في أجواء احتفالية وطنية ضخمة أقامت محافظة الفروانية احتفالها الرسمي الثاني بالأعياد الوطنية بحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان لحمود الصباح وبرعاية محافظ الفروانية الشيخ فيصل لحمود المالج الصباح في قاعة الاحتفالات الكبرى بفندق كراون بلازا. وقال محافظ الفروانية إن مثل هذه الاحتفالات تعزز مفاهيم الوحدة الوطنية وتؤكد على أن هذا الوطن واحد وأن أبنائه بجميع انتماءاتهم يدينون له بالحب والوفاء والإخلاص. وقد تضمن الحفل أوبريتا وطني والعديد من الفعاليات الوطنية من قصائد شعرية وعروض غنائية وتعبيرية عكست أجواء الفرحة والفخر والاعتزاز التي تعم أهل الكويت. أهني سيدي حضرة صاحب السمو الأمير وسيدي سمو العهد الأمين سيدي سمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم بمناسبة احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية اليوم بمشاركة محافظة الفروانية باحتفالات مميزة معهودة من معالي الشيخ فيصل المالج الصباح وبحقيقة مشاركة شعبية من أهالي المحافظة وأجهزتها نسجل لهم كل الشكر والتقدير احتفاء بهذا اليوم وهذه الأيام المجيدة من أعيادنا الوطنية. اليوم عبروا أبناء الفروانية لوالدهم اللي قال هذول عيالي وقالوا له نعم احنا عيالك وهذول يا صاحب السمو عيالك اللي قدموا الوفاء والولاء عبر ما شفت من لوحات ومن أعمال وطنية جليلة كانت ونالت استحسان الجميع إعجاز بإنجاز إيجاب والحمد لله يعني كرنفال. فالفروانية عملت 3 احتفالات، واحد انصرم بالفنيز وكان ناجح وهذا أم الاحتفالات وأم النجاحات وكلها من صناعة الفروانية الموسيقيين والمشارك ولا أي شيء من برا كلها من محافظة الفروانية وأبنائها وبناتها.